يقول السائل: امرأة عقد عليها العقد الشرعي العرفي ثم تركها هذا العقد معلقة، فماذا تفعل إذا قدم لها خاطب؟ ما دام عقد عليها عقدا صحيحا بإيجاب وقبول من إيجاب من الولي وقبول من الزوج وحضور شاهدين، هذا عقد صحيح وهي في عصمته، إلا أن يطلقها. هي في عصمته إلا أن يطلقها. نعم.